السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، فإن الله تبارك وتعالى أنزل الفرقان والقرآن على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأوكل له بيان هذا القرآن، فقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكان القرآن من الله، والبيان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن قولاً وعملاً، حتى قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وقد سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. فكانت تصرفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وأقواله كلها مبينة لكتاب الله تبارك وتعالى بياناً واضحاً، كما وصفه الله تبارك وتعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغاً مبيناً لكتاب الله تبارك وتعالى قولاً وفعلاً. واختص الله تبارك وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأمم أن يكونوا حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريين يأخذون عنه. واختص الله تبارك وتعالى هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم على درجات في السابقة وفي الفضل وفي العلم. وقد اختص ربنا تبارك وتعالى من هؤلاء الصحابة كلا حسب قدراته وحسب ما وهبه الله تبارك وتعالى، فمنهم من كان ذا عقل رشيد، ومنهم من كان ذا قلب رقيق، ومنهم من كان ذا ساعد قوي متين، ومنهم من كان ذا فكر وكيد ومكر تضيق عنه الجبال،
ومنهم من كان ذا كرم وجود وإنفاق تحتار منه عقول الرجال، ومنهم من كان ذا حفظ وعلم وفهم، لا زال الناس عيالا على هذا العلم والفهم منذ أن كان إلى قيام الساعة. واختص الله تبارك وتعالى بعض هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم على بعض في حمل كتاب الله تبارك وتعالى ألفاظاً ومعاني، فالذين حملوا كتاب ربنا تبارك وتعالى في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستة، نعلم أسماء خمسة منهم، والسادس إنما نعرفه بصفته، ألا وهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلي بن أبي طالب، وهما من الخلفاء الراشدين، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وسادس من الأنصار قال أنس رضي الله تعالى عنه، ورجل من عمومتي فهو بالتالي من الأنصار من بني النجار. هؤلاء الذين ثبت أنهم حفظوا كتاب الله تبارك وتعالى ألفاظا، وتنتهي إليهم أسانيد التلاوة، وكما أنهم حملوا كتاب الله تبارك وتعالى ألفاظاً حملوها أيضاً معاني، ولكن يضاف إليهم من هؤلاء الصحابة ممن وعوا كتاب الله تبارك وتعالى فضلاً عن الألفاظ معاني، على رأسهم وإن كان أصغرهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فاختص ابن عباس رضي الله تعالى عنه بفهم لتأويل كتاب الله تبارك وتعالى ما لم يختص به غيره من الصحابة. وقد روى البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يدخل ابن عباس مع أهل بدر فقالوا يا أمير المؤمنين تدخله معنا وإن لنا أبناء في مثل سنه، فجمعهم عمر يوما ثم أدخل ابن عباس فقال لهم وابن عباس يسمع ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالوا يبشر الله تبارك وتعالى نبيه بنصره وفتحه المبين ويأمره بتسبيحه وتحميده، فقال ما تقول يا ابن عباس، وما يريد إلا أن يريهم ما عند ابن عباس من فهم وعلم وتأويل، فقال ينعى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، هذه السورة ينعى الله عز وجل فيها نبيه لنفسه، فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله ما أعلم منها إلا ما قلت. والشاهد في هذا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه اختصه الله تبارك وتعالى
على صغر سنه في زمن النبوة بفهم كتاب الله تبارك وتعالى وتأويله، ولذلك كان يقال له الحبر كناية عن سعة العلم في التأويل، والبحر كذلك كناية عن سعة علمه. 6 أو 7 من الصحابة في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونقله، وقد كان رضي الله تعالى عنه مفسراً مؤولاً لكتاب الله تبارك وتعالى، لا يقل في ذلك عن درجة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وهي 6 أو 7 من الحفاظ، حفاظ الحديث، كانت لا تقل عن ابن عباس وعن ابن عمر في فهم كتاب الله تبارك وتعالى وتأويله. وأما المتقدم حفظاً وفهماً ونقلاً فهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، الذي كان يقول: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 70 سورة أعلم كل آية فيها متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبارك وتعالى تصله الإبل لارتحلت إليه. فكان رضي الله تعالى عنه ذا حفظ وذا فهم، عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من سره أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني على قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولما اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن عثمان في تلاوة آيات من كتاب الله تبارك وتعالى وفي قراءته، وكانوا في غزاة في أرمينيا وأذربيجان، جاء حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك الناس فإنهم قد اختلفوا في القراءة حتى كادوا يقتتلوا. فأمر عثمان رضي الله تعالى عنه زيد بن ثابت، وكان قد كلفه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجمع القرآن، فأمر عثمان زيد بن ثابت بأن ينسخ القرآن في 7 نسخ على النسخة الأم التي جمعها في زمن أبي بكر، وكان قد احتفظ بها عمر هذه النسخة الأم عند حفصة رضي الله تعالى عنها، فأرسلوا إلى حفصة أن ترسل لهم النسخة، فجمعوها فنسخ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه منها 6 أو 7 وزعت على الأمصار، فحفظ الله تبارك وتعالى كتابه بهذه النسخ بألفاظه. وتصدى هؤلاء الصحابة الذين كانوا حفاظاً لتأويل كتاب الله تبارك وتعالى، وكل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم ما كانوا ينسبوه إليه ويرفعوه إليه ويقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، ومنه ما كانوا ينقلونه عنه صلى الله عليه وآله وسلم دون نسبته إليه
وهو المعروف عند أهل العلم بالموقوف الذي له حكم المرفوع. وأضرب على الأول مثالاً وعلى الثاني مثالاً، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. أما على الأول فعائشة رضي الله تعالى عنها حين تلت قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالت: يا رسول الله، أينا لا يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس الذي تذهبين إليه يا عائشة، إنما الظلم الذي ذكره الله تبارك وتعالى على لسان لقمان، فقال: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الحديث الذي ترويه عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلى أنواع التفسير، حيث فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظلم الذي في آية الأنعام بالظلم الذي في آية لقمان، وأنه أي الظلم الشرك بالله تبارك وتعالى. فاجتمع في هذا التفسير تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة المرفوعة الصحيحة المسندة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأمثال هذا في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة، ومنه وهو النوع الثاني الذي أشرت إليه تفسير القرآن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم موقوفاً عليهم لفظاً مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكماً، ما ثبت من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسيره لقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال: أنزل الله تبارك وتعالى القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزله على قلب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في 23 سنة منجماً. فهذا لا يمكن لابن عباس أن يعلمه من تلقاء نفسه، وإنما هو غيب لا يعلم إلا بالوحي، فهو إن كان موقوفاً على ابن عباس فله حكم الرفع إلى سيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم. والأمثلة على هذا أكثر من الأول بكثير، بل هو جل ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من تأويل القرآن الموقوف عليهم والمرفوع حكماً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كان لهؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم الذين ذكرتهم وآخرين لم أذكرهم، إنما ذكرت من ذكرت على سبيل المثال للحصر في هذه المقدمة في هذا المجلس الأول، كان لهم من الأصحاب الكثير، بل الكثير جداً، وخاصة أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ذلك أن ابن عباس تنقل بين المدينة، تنقل وأقام بين المدينة ومكة والبصرة والطائف، حيث مات في آخر عمره. وكان له من الموالي من آتاه الله عز وجل علماً وفهماً، ومن الحلفاء. فاعتنى ببعضهم كعنايته بعكرمة
مولاه حتى كان يربطه في سريره حتى يسمع ويحفظ ويفهم وينقل. ومنهم من أقبل على ابن عباس رغبة لا رهبة كعكرمة، عكرمة إنما كان إقباله رهبة أكثر منها رغبة، كمجاهد بن جبر المكي المخزومي، وكسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس بن كيسان اليماني الذي انتحل من اليمن إلى مكة، وغير هؤلاء من أصحاب ابن مسعود ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وهم الأكثر. وقد أخذوا عنه ما عنده من تأويل، سواء كان مرفوعا نصا وحكما، أو كان موقوفا نصا ومرفوعا حكما، أو كان فهما وتأويلا من ابن عباس لكتاب الله تبارك وتعالى، لأن المنقول عن ابن عباس هذه الأنواع الثلاثة، إما نصا حكما ومرفوعا نصا وحكما، وإما موقوفا نصا ومرفوعا حكما، وإما فهما آتاه الله تبارك وتعالى واختصه به. وكثر أصحاب ابن عباس كما قلت لكثرة تنقله في الأمصار، مع أنه لم يعمر كثيرا كما عمر غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولكن مدرسة ابن عباس في التفسير هي أوسع هذه المدارس، وخاصة مجاهد في مكة وعطاء بن أبي رباح في مكة والمدينة، وقتادة في شيء من ذلك في البصرة، وطاووس بن كيسان اليماني في أهل اليمن بعد ذلك، وعكرمة وقد انتقل إلى خراسان وغيرها من الأمصار. فانتشرت مدرسة ابن عباس أكثر من غيره من الصحابة، كذلك مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان مختصا بقراءة أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعتم في الحديث السابق. وقد اكتنف ابن مسعود في الكوفة ستة من أصحابه أخذوا عنه، وكان على رأسهم علقمة بن قيس النخعي والأسود ابن يزيد النخعي وشقيق ابن سلمة أبو وائل الأسدي، هؤلاء وغيرهم، مسروق بن أجدع أيضا، هؤلاء أصحاب ابن مسعود كانوا ستة على رأسهم علقمة، أخذوا عن ابن مسعود ما عنده من التفسير. وكانت مدرسة الكوفة مدرسة ابن مسعود هي المدرسة التالية بعد مدرسة ابن عباس، التي تكاد أن تكون مكية في أغلبها، ومدرسة ابن مسعود كوفية في جلها لأنه أقام فيها، وكانت مدرسة البصرة وعلى رأسها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو أحد حفاظ الحديث فضلاً عن أحد مؤولي القرآن، والذين أخذ عنهم ثابت البناني وقتادة بن دعامة وأمثال هؤلاء من أهل البصرة. وأما مدرسة المدينة فتراوحت
وهي حاضرة العلم وعاصمة الإسلام، فأكثر من أخذ منها أصحاب ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وخاصة نافع مولاه وسالم ابن عبد الله ابن عمر ابنه وعبد الله ابن دينار مولاه أيضا، ونقلوا مدرسة التفسير والحديث من ابن عمر، والحديث غالب عليها أكثر من التفسير. وهكذا انتشر تأويل كتاب الله تبارك وتعالى من الصحابة إلى التابعين، ثم وهؤلاء أشهر التابعين الذين أشرت إلى أسماء بعضهم دون كلهم، الذين نقلوا تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين ذكرناهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء من بعدهم أيضا من تلاميذهم من نقل هذه التأويلات والتفسيرات بكتاب الله بالأسانيد، واختص بعض هؤلاء كالضحاك بن مزاحم وأبي إسحاق السبيعي وأبي روق والربيع بن أنس، وأخذ تابعو التابعين من التابعين هذا التفسير ونقلوه. وأول من نقل التفسير مسندا مقاتل بن سليمان من حيث القدم ومن حيث الأولية. وهكذا انتشر المفسرون في طبقة تابعي التابعين في جميع أرجاء العالم الإسلامي، وبدأ المفسرون يجمعون تفاسيرهم حتى اختص الله تبارك وتعالى أبا جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن رستم الطبري المولود سنة 24 و200 في مدينة آمل قصبة طبرستان، فهو آملي طبراني أو آملي طبري، والأصل أن يقال طبراني ويقال للطبراني طبري من حيث النسبة اللغوية، ولكن اشتهر بالطبري. فولد سنة 24 و200 لرجل ثري من أثرياء آمل وطبرستان، فأراد أبوه له أن يكون من أهل القرآن، وقد أتم القرآن حفظاً وهو ابن 12 سنة. فلما أتم حفظ كتاب الله سنة 36 و200 أمره أبوه أن يخرج لطلب التفسير وطلب التأويل، وأن يكتب ذلك كله وأن يسنده كله. فخرج سنة 36 و200 وهو ابن 12 سنة، وتكفل أبوه بالنفقة عليه حتى يتم ذلك. فخرج رحمه الله تعالى وابتدأ بأهل بلده كالمثنى ابن إبراهيم وغيره من هؤلاء الأشياخ الآمليين، أخذ عنهم، والمثنى ابن إبراهيم الذي لا نعلم عنه إلا هذا الاسم وهذه النسبة، أكثر عنه الإمام الطبري وجمع عنه الآلاف في تأويل آية القرآن، ويكاد يكون المثنى هو الثاني من الشيوخ أبي جعفر الطبري من حيث العدد، من حيث عدد الجمع. وأما أكثرهم على الإطلاق فهو محمد بن حميد الرازي، محمد بن حميد الرازي، فهو بعد أن أخذ حديث أهل بلده أهل آمل
انتقل إلى الري. الري هي طهران الآن. الآن الري تسمى طهران، كانت قديما تسمى الري، وقد اشتهر من أهل العلم منها كثير، وكانت على السنة قبل أن يفسدها الرفض وأهله. فأخذ حديث الرازيين، وعلى رأسهم شيخه الأول من حيث العدد محمد بن حميد الرازي، وبعد أن جمع حديث أهل الري انتقل يريد بغداد، ولكن لا بد من الوصول إلى بغداد من المرور بالأمصار والمدن التي كانت مشتهرة بالعلم والعلماء كالأهواز، وهي الآن الأهواز في بلاد إيران ولكنها بلاد عربية بحتة صرفة. فانتقل إلى الأهواز وأخذ حديث أهل الأهواز، ثم انتقل إلى البصرة وأخذ حديث أهل البصرة، يعني تفسير أهل البصرة، تفسير قتادة وتفسير ثابت وغيرهم ممن ومن أخذوا عن أنس، ثم انحدر إلى كوفة وإلى واسط وإلى بغداد ثم إلى الجزيرة، وهي البلاد التي بين سوريا والعراق الآن، تسمى الجزيرة الرقة وما حولها، التي صارت في الآونة الأخيرة قبل سنوات عاصمة لدولة داعش البائدة، ثم إلى حلب وحمص ودمشق وبيروت والرملة وغزة وبيت المقدس ومصر في رحلته الأولى، وجمع التفسير عند علماء هذه البلدان التي ذكرت مسنداً إلى أهله في كتابه جامع القرآن في تأويل، جامع البيان في تأويل آية القرآن، على خلاف في التسمية، منهم من يسميه كما ذكرت جامع البيان في تأويل آية القرآن، أو جامع البيان عن تأويل آية القرآن، وكله مسند. قال أبو جعفر في أوله: وكل ما قلنا فيه حدثنا فقد حدثناه أصحابه. هذا أول ما ذكره في أول نقله، فيقول حدثنا أو حدثني، أخذه منهم كتابة سماعاً وكتابة. ووصل في أول رحلة له إلى مصر إلى برقة. برقة الآن أين؟ في ليبيا. كانت مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب كلها تسمى إفريقيا، والسودان كانت كلها تسمى إفريقيا، وكان من يحكم مصر يحكم سائر إفريقيا. فهو وصل في رحلته الأولى إلى برقة، وروى عن بعض أشياخها البرقيين، ثم عاد مرة أخرى، واستمرت رحلته في جمع تفسير القرآن والتاريخ، لأن التاريخ لا ينفك عن التفسير، أيضاً مسنداً. استمرت رحلته من سنة 36 و200 إلى سنة 36، كم سنة؟ 70 سنة. 70 سنة وهو يجمع تأويل القرآن بأسانيده منه إلى أصحابه، سواء كانوا من التابعين، من تابعي التابعين في المقطوعات،
أو التابعين في المرسلات أو الصحابة في الموقوفات أو النبي صلى الله عليه وسلم في المطبوعات، وكل ذلك في كتاب أبي جعفر. وجلس سنة 600 في بغداد يملي هذا التفسير بعد أن كدح فيه دون زوجة ودون ولد ودون بيت ودون سرية ودون خادم 70 سنة وهو يجمع التفسير والتأويل، ثم جلس 300 يمليه في بغداد حتى أملاه وأخذه عنه من أخذ من أصحابه، حتى قال محمد بن إسحاق بن خزيمة: والله لو رحل رجل إلى الصين من أجل تفسير ابن جرير لكان على ذلك مقصرا. واقتغقته الأمة بالقبول والرضا والنقل حتى صار الناس عيالا عليه على تفسير ابن جرير. أملاه في 4 سنوات قبل أن يقتل مظلوما شهيدا في داره ويدفن فيها في فتنة حدثت في بغداد 110 بعد أن قضى في هذه الرحلة العلمية التي لا يعرف عنه أنه اشتغل فيها بتجارة أو بسياسة أو بفتنة أو بأي نوع من أنواع ما يشغل الناس غير تدوين العلم وإملائه، وترك للأمة تراثا عظيما. أعظم هذا التراث هو جامع البيان في أو عن تأويل آية القرآن وتاريخ الرسل والملوك أو تاريخ الأمم والملوك وتهذيب الآثار الذي لم يتمه والذي قال فيه تلميذه أحمد بن كامل: حاولت حديثا واحدا على منهجه فلم أستطع. وكتب عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة 2، مرة مسندة سماها صريح السنة، وقد حققتها من مخطوطة وطبعتها 2 بعنوان تمام منا في تقريب صريح السنة، ودرستها في أكثر من دورة وفي أكثر من مركز. وكتب كتابا أيضا في عقيدته يبين عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج السلف في ذلك، سماها التبصير في معالم الدين، غير مسندة. الأولى صريح السنة مسندة أسانيد منه إلى أصحابه، أما التبصير في معالم الدين فكتب عقيدته بغير إسناد، اكتفى بالمسند يحيل إلى غير المسند وإن كان غير المسند أوسع. وكان له مذهب فقهي عرف كما عرفت المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، عرفت بالجريرية، ولذلك تجدون في كتب وكان جريريا في تراجم بعض أهل العلم، وكان جريريا يعني على مذهب ابن جرير الطبري، وقد كتب في ذلك 3 كتب ضخمة سمعت من شيخ مشهور قبل أن آتيكم بيومين أو 3 أن اختلاف الفقهاء طبع منه جزء كبير وجد، وله كتاب في الرجال مفقود اضطرني أن أشتغل على هؤلاء الرجال في 3 كتب: معجم الكبير برواة الطبري ابن جرير واختصرته في المعجم الصغير لرواة الطبري ابن جرير في 7000 ترجمة، ثم معجم شيوخ الإمام الطبري ترجمت لكل شيوخ الذين قال فيهم حدثنا فلان أو حدثني فلان، وقد قاربوا 400 شيخ أخذ عنهم من مختلف الأمصار وفي مختلف الأعصار التي استمرت 70 سنة كما قلنا. وانشغلت بتأويل هذا بشرح هذا التفسير وأخذ
المختارات التي يختارها الإمام الطبري من تفسير هؤلاء الذين ينقل عنهم وأخذ الزبدة من ذلك في أربع كلمات: تحليل والمفاهيم والخلاصة والزبدة، ألخصها في عدة نقاط من ثلاث نقاط أو أربعة إلى قد تصل إلى 14 أو 15 نقطة في كل جزئية من جزئيات آيات الكتاب. وصلت فيها قبل أن ينكسر اللابتوب أمس إلى الآية 82 في قوله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، من سورة البقرة. هذا من حيث الزبدة. أما من حيث التأويل فلله الحمد قرأناه في تسعينيات القرن الميلادي الماضي كاملا، ثم اقترح علي الإخوة الذين كانوا يقرؤون معنا أن نلخص ذلك، فبدأت بهذا التلخيص، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا ولكم معكم ذلك. هذه مقدمة وجدت أنها ضرورية قبل أن نبدأ في الأيام التي اقترحتها الإدارة المباركة أن تكون في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، أليس كذلك؟ في مثل هذا الوقت بين السادسة إلى 6:30، وقد أخذنا منكم 10 دقائق زيادة فسامحونا، لكن إن شاء الله نكون إن شاء الله غدا مع البدايات، ولا نطيل عليكم، نلقاكم إن شاء الله صبيحة الغد حتى يحين هذا الموعد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. طبعا هذا المقعد للشيخ، لكن عاد ماذا نفعل؟